السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين قناة قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب الإمارات تحت 20 سنة أمام منتخب الأردن تحت 20 سنة اليوم بإذن الله تعالى، 24/7/2022، مباراة في الجولة الأولى من كأس العرب تحت 20 سنة المقام في السعودية. المباراة بإذن الله تعالى متابعين الكرام اليوم الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات، والساعة 9 مساء بتوقيت الأردن، و9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة عندنا قناة العراقية الرياضية والمعلق عليها علي الشمري، وقناة دبي اتش دي 1 دبي الرياضية الأولى والمعلق عبد الله السعدي، وقناة الكأس القطرية اتش دي 1 الأولى والمعلق منتصر الأزهري، وقناة أبو ظبي الرياضية الأولى والمعلق عليها مش معروف لأن علي ربيع على قناة الرياضية السعودية. طيب قناة أيضا السعودية الرياضية زي ما قلنا هتذيع المباراة السعودية الرياضية والمعلق علي الربيع. متابعين الكرام عندنا هنا ايضا عندنا قناه ابو ظبي الرياضيه الاولى مش معروف المعلق عليها، قناه العراقيه الرياضيه والمعلق عليها مناف الحميداوي، وقناه الشارقه الرياضيه والمعلق راشد عبد الرحمن. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، توقع نتيجه المباراه في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.